معنا في الاستوديو محمد ينجح ولدها مسؤول الاعلام في حزب التجمع من اجل موريتانيا تمام. اهلا وسهلا بك محمد ينجح. اهلا وسهلا. قررت في حزب تمام المشاركه والدخول في الحوار السياسي المرتقب في 7 من شهر سبتمبر المقبل، لماذا قررت المشاركه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. انا اعتقد ان المشخص اليوم لوضعيه الساحه السياسيه الوطنيه يدرك حجم الأزمة التي يعاني منها هذا المجتمع الموريتاني الذي يعيش في جو تطبعه السخونة والتجاذبات الداخلية نتيجة مصالح كتل سياسية قد لا تدرك حجم الخطر في الاحتقان السائد. لذلك قررنا أن نذهب إلى الحوار لنعرض مشروعنا لإنقاذ موريتانيا ولنسمع من النظام، فإن التزم النظام ما وعدنا فهذا الحوار سيكون وسيلة أو على الأقل خطوة أولى باتجاه الخروج من ما نعاني منه اليوم. ماذا تنتظرون من الحوار المرتقب؟ هل تعتقدون كما تقول المعارضة بوجود أزمات لا بد لها من حوار من أجل تجاوزها كما أسلفت؟ نعم، أنا أعتقد أن الحوار سنة حميدة يجب أن نفعلها في موريتانيا، ولا ينبغي أن نعيش على هذا الحاجز الذي يمنع من الحوار نتيجة أخطاء سابقة تعرض لها النظام أو نتيجة مغالطات تعرضت لها المعارضة. نحن يجب أن نتحاور، أن نتحاور حوارا وطنيا جامعا، ليس فقط سياسيا، أن نتحاور حوارا وطنيا جامعا، وأن نشخص المشكلة لنبدأ بسرعة فائقة في البحث عن حل لما نعاني منه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. تعليقا على جامعا، هل تعتقد أن إطلاق الحوار في 7 من سبتمبر دون مشاركة الأحزاب السياسية الرئيسية في المعارضة سيخدم الحوار ذاته؟ نحن قدمنا في حزب التمام تجمع من أجل موريتانيا تمام دعوة للمشاركة في الحوار. هذه الدعوة نريد من خلالها أن نبين للرأي العام الوطني أن المصلحة هي في الحوار. نعلق آمال كبيرة على السياسيين، وهذا تضمنه البيان الذي أصدره الحزب، على السياسيين في موريتانيا أن يدركوا وأن يعوا حجم الخطر الذي نعاني منه وأن يذهبوا إلى الحوار، خصوصا أن الرسالة التي وصلتنا من الأغلبية الرئاسية من المكلف بملف الحوار الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ملاوي محمد الأغلف أكد من خلالها أن الحوار سيكون بدون رتوش، يمكن أن يطرح فيه كل شيء، أن الحكومة مستعدة للتفاوض حول كل شيء. ما طبيعة الخطر الذي تتحدث عنه؟ أنا أعتقد أن موريتانيا تعيش في محيط إقليمي، نحن لسنا في فضاء خارج الفضاء الذي يعيش فيه العالم. تتهددنا حروب على الحدود، نعاني خطر المجموعات الإرهابية، نعاني تردي الاقتصادي في المحيط الذي نعيش فيه وفي دولتنا. هنالك أمور كثيرة لن تجد حلها إلا عن طريق الحوار. لا تتحدث عن خطر داخلي، أتحدث عن خطر داخلي يتمثل في الاحتقان الذي تعيشه طبقتنا السياسية. لماذا اليوم نرفض الحوار؟ وما هو البديل إذا لم نتحاور؟ فكيف يمكن أن نحل أزماتنا؟ ما الفرق بين دعوة شفهية صريحة ودعوة مكتوبة؟ إذا كان النظام ليس جديا أصلا يمكن أن يكتب وينكل في كيف تجد تمسك المنتدى بالرد المكتوب على ممهداته قبل الدخول في أي حوار سياسي؟ أنا أحترم للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة تخصصه وتشخيصه للأزمة ورؤيته، لأني أعرف أن القائمين على المنتدى أفقه بشأنهم وبأنفسهم، ولكن نحن وجهنا الدعوة لتجاوز الخلافات الضيقة والمصالح الآنية من أجل الحصول على إجماع وطني يسهم في تخفيف من وطأة الأزمة الداخلية المجتمعية، أقول المجتمعية التي يعيشها الشارع الموريتاني. ومن هذا المنطلق يجب أن ننبه إلى أن هذه الدعوة هي جاءت بعد مفاوضات ومشاورات تمت على مستوى المكتب التنفيذي للحزب، قرر بعدها تفويض الرئيس يوسف الحرمة والبابانة أخذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الحوار.
الرئيس عندما شخص هذه الوضعية وحاول أن ينتزع أفكارا من المشاركين له في قيادة الحزب، توصل إلى أن الحوار هو الحل الوحيد. هنا أيضا ينبغي التنبيه على مسألة مهمة، أن موقف حزب معين من مسألة يرى فيها رأيا معينا لا يشق صف قطبه السياسي. نحن رأينا أحزاب شاركت في انتخابات قاطعتها كتل سياسية تنتمي لها هذه الأحزاب، ولكن هذه المصالح، هذه الرؤية التي يبنيها كل حزب على ما تحصل لديه بعد البحث والتحري من المعلومات التي يرى أنها مفيدة. تحدثتم عن جدية لدى النظام في الدخول في الحوار، على ما بنيتم هذا التصور؟ أنا أسلفت أن الرسالة التي وصلتنا فيها الدعوة للحوار والموقعة بتوقيع الوزير الأمن العام لرئاسة الجمهورية المكلف الأول بملف الحوار، تحدث فيها عن انفتاح للنظام، عن عزم النظام على خوض جولة من الحوار مفتوحة بدون شروط مسبقة تجمع مختلف الكتل السياسية في البلد وتطرح المواضيع التي تراها مناسبة، وهذا على الأقل نحسن الظن بالموضوع حتى نجرب. الحوار السياسي إن حصل، هل تعتقد أن يمتصل الأزمات والخلافات بين المعارضة والنظام أم سيعمل على تعميقها؟ أنا أعتقد اعتقادا جازما وأثق أن كل حوار جاد تشارك فيه جميع الكتل السياسية والنخب الفكرية والعلمية والثقافية في هذا البلد وتطرح فيه جميع المشاكل هو السبيل الوحيد لخروج موريتانيا من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بهذا المجتمع المسكين الذي يستحق كل خير إلى مصافي الدول المتحدة. محمد دينجح ولدها مسؤول الإعلام بحزب التجمع من أجل موريتانيا تمام، شكرا جزيلا لك.